كل مدرب او مدربه جاب تجربته هو الشخصيه وحكى عن نماذج من تجربته هو الشخصيه في التدريب والاشراف. والقصص هذه والتجارب نعتبرها انا اكثر من المهارات النظريه ربما اللي ممكن الواحد يلقاها في ريسورسز مختلفين. خلال الخمسه جلسات هذو في خمسه ايام الماضيات، كان اكثر شيء يعني اكتشفته جديد و يعني وضاف هلبة، وحسيت انه هو يعني هو فعلا يعني هو مهم للشخص لما بيكون مشرف او مدرب، انه هو يعرف learning style متاع الناس اللي بيتعامل معه. موضوع الاشراف واللي الكل يتكلم بيها، هدى، لسان، منير، وتفاصيل اللي دخلنا بيها وبعدين رحنا للماستر فايل. انا كان مهم عندي موضوع الماستر فايل تحديدا اليوم، تفاصيل اللي دخلتونا بيها بنظام بسيستم عملكم بأريج مهم. انا ما كان عندي كل هذه التفاصيل. So me, I personally really liked all four instructors. We learned different things with each one of them. But the one thing that I really, really liked out of the entire 4 days was the practical exercises. I really learned a lot about how I can grow into a role as a coach. And thank you to Eddie for